ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ انا هالة ثابت، ميك اب ارتست. لو اول مره بتشوفيني اعملي اشتراك في القناه، فعلي زر الجرس ولايك وشير عشان يوصلك كل جديد. النهارده بنات هنعمل رسمه الحواجب. النهارده جايه لكم بتكنيك مختلف، لانه برضو ناس او بنات بتتدرب معايا اونلاين بعتولي قالوا لي احنا مش عارفين نشتغل بالمصحح، احنا بنحب نشتغل بالقلم. مفيش مشكله، بس يعني انا يعني رايي اتعودي على المصحح، لان المصحح اسهل بكتير وما بياخدش وقت زي القلم. طبعا برضو برجع اقول اشتغلي باللي يريحك، بس حاولي في موضوع المصحح. طبعا حبيبتي اللي بتبعتلي وتقولي انا مش عارفة اشتغل بالمصحح، علميني ازاي اشتغل بالقلم العادي. اوكي مفيش مشكلة، بس حاولي تتعلمي بالمصحح. حلو، يلا نبدأ ونقول هنعمل ايه. اول حاجة يا بنات علشان نبدأ نثبت الحاجب، طبعا انا قبل كده قلت لكم على الصابونه بتاعه الجليسرين، سهله جدا. هبقى محتاجه، ثواني كده اوسع لكم الكاميرا عشان اقول لكم انا ببقى محتاجه ايه بالظبط عشان نرسم حواجب حلوه. ببقى محتاجه الصابونه دي ومحتاجه الفرشه دي. الفرشه دي على فكره بنات جايه لي مع المصحح بتاع الجل بتاع تارت، والامانه ما عجبنيش الجل بس عجبتني الفرشه جدا. فالاول هنبدا الاول نثبت الشعريات بتاعه الحاجب، هنسرحهم ونثبتهم، وبعد كده نبدا نقول هنعمل ايه. نوسع الكاميرا من تاني ونجيب لكم. هبدا اسرح بالشكل ده، ارفع الحاجب على فوق واسرحه زي ما حضراتكم شايفين. انا كده لما برفع الحاجب على فوق واسرحه انا بظهر الاماكن اللي فاضيه في الحاجب. تمام، انا كده رفعت الحاجب وسرحته، خلصت النقطه دي. عندي قلم، ده قلم اسمه ام ان، هو قلم يعني مش براند معروف ولا حاجة، بس حلو جدا في الرسم بتاع الحواجب. هبدأ ارسم الحواجب بالشعرية من تحت كده، ابدأ امد خطوط بالشكل ده. اقرب لكم الكاميرا اكتر زي ما انتم شايفين كده، يا رب تكون الاضاءة واضحة. انا بعمل خطوط بالشكل ده، خفيف جدا 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 وانا بشتغل، وابدا املى الجزء الفاضي. تمام، واحدد شكل الحاجب من فوق ومن تحت. ده يا بنات الشغل بالقلم زي ما انتم شايفين، خطوط 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 خطوط، بعمل شعر، برسم شكل الشعر زي ما حضراتكم شايفين، وأبدأ أحدد الحاجب بتاعي وأتأكد إنه مرسوم صح. هرجع تاني بالفرشة بتاعتي اللي أنا اشتغلت بيها في الأول، وهبدأ أسرح بالشكل ده. شايفين شكل الحاجب طالع تحفة قد ايه؟ احدد الحاجب بتاعي واشوف اي اماكن فاضية ابتدي احددها. تمام، كده الحاجب بتاعي اترسم. طبعا دايما قبل كده قلت لكم يا بنات لما يبقى في اي ديفو انت شايفاه وانت بتشتغلي هتصلحيه بالكونسيلر بتاعك. الكونسيلر بتاعي النهارده مفاجأة شوية، يعني انتوا دايما عارفين ان انا بشتغل بتارت، بلوريال، بكذا حاجة او كيرولان. النهارده بجد بجد جايالكوا بكونسيلر، يعني هي شركة ابتدت تثبت وجودها جدا رغم ان هي رخيصة جدا، بس بجد ابتدت تثبت وجودها.
واستنوني هعمل لكم ريفيو حلو جدا عليها على كل منتجاتها. بس بجد الكونسيلر بتاعها انا جربته فوق الروعة، تحفة بكل المقاييس، رائع جدا. دي مات سينما، رائع جدا جدا. هنغمض عينينا. على فكرة بنات هي فول كفر، من الحاجات اللي يعني اقول لكم مهما اقول لكم عليها وعلى جمالها، شايفين الكمية القليلة جدا اللي انا حطيتها، بجد هتملى وتغطي تقريبا الحاجب كله بالشكل ده. هبدا اعمل، شايفين الكفر بتاعها حلو قد ايه. طبعا انا ليا فتره جايباها وبكون رايي، وانا وعودتكم قبل كده انا مش بنزل بمنتج الا لما اكون عليه رايي. طبعا هو المنتجات بتاعته مش جديده قوي، بس في تطور مذهل. الشادو بتاعهم يا بنات بجد، يعني طبعا البنات المبتدئه اللي مش هتقدر تجيب، شايفين بيفرش معايا قد ايه، شايفين البيجمنت بتاعته عاليه قد ايه، فوق الروعه. التغطيه بتاعته فول كفر، حلوه جدا جدا. ورسمنا يا بنات الحواجب بالقلم، مش بالمصحح او مش بالجل. لازم تجربوا مات سينما، مايت سينما سوري، هتعجبكم جدا. هوسع لكم، شايفين التغطيه بتاعتها حلوه قد ايه. يا رب تكون الصوره واضحه واصلاكم. زي ما انتم شايفين يا بنات رسمه الحواجب مع الكونسيلر، الكونسيلر بجد يا بنات لازم تجربوه. دلوقتي هنعمل رسمة ايلينر للعين الضيقة، تمام؟ هبدأ اثبت الكونسيلر بتاعي وبعد كده ابدأ اعمل الايلينر، وده هينزل في فيديو واحد، رسمة الحواجب والايلينر مع بعض. شايفين التغطية بتاعت الكونسيلر حلوة قد ايه؟ يعني انا شايفة ان هي بصراحة يعني ما تقلش عن المنتجات الهاي اند. وطبعا انا دلوقتي في مرحلة تجربة في معظم المنتجات بتاعتها، انا اولا عجباني جدا جدا جدا. نيجي بقى بعد كده الايلينر عشان ما نطولش قوي في الكلام. عندي 5 اختيارات للايلاينر، هوسع لكم الكاميرا عشان نبدا اقول لك ايه اختياراتك في الايلاينر. عندي ايلاينر فحم اللي هو بتاع محمود سعيد، عندي ايلاينر فلوماستر ده من اسنس، عندي ايلاينر اللي هو الكحل العادي، يمشي ايلاينر ويمشي كحل ده من ريميل، عندي الايلاينر بتاع كيرلان الجل، تمام، عندي الايلاينر بتاع كيرلان المائي. انا عندي 5 اختيارات: مائي، جل، كحل، فلوماستر، فحم. شوفي يا ست البنات ويا جميله اللي تختاريه واللي ترتاحي فيه اكتر اشتغلي بيه، تمام. انا النهارده علشان، وده طلب بنات كتير قوي، عايزين يتعلموا يعملوا ايلاينر بالقلم الكحل العادي، تمام. فانا هقول لك هنعمل ايلاينر ازاي. دايما بقول لك ابداي من منتصف العين في الايلاينر. بنات برضو بتبعت لي، ان انا برضو بشتغل اونلاين كتير مع بنات كتير، فالبنات اللي بتبعت لي بتقول لي انا ما يعني مش بعرف اشتغل من هنا، بتقولي بشتغل من اخر العين. اوكي حبيبتي برضو صح، مفيش خطا. فانا هعمل لك حاجه كده علشان حاجه كتعليميه. انا هشتغل على عين ضيقه جدا، هتخيل ان دي هي عينها صغيره بس مش ضيقه قوي، بس انا هشتغل على عين ضيقه جدا. هعمل نقطه في زاويه العين هنا، شايفين النقطه. هوسع الكاميرا كمان عشان تشوفوا اكتر، تمام. شايفين النقطة دي؟ هعمل نقطة في آخر العين هنا اهو، هعمل نقطة هنا بالشكل ده، وهعمل نقطة هنا.
ما كملتيش ليه يا مدام هالة؟ علشان الجفن اللي معايا، العين اللي معايا عين صغيرة جدا، فانا هنا هيبقى على خط رموش بالظبط. هبدأ اوصل الخطوط ومن بره، يعني انا مش هبدأ من هنا عشان اعلمك ازاي تشتغلي في العين من بره او من النص. من البداية ما ينفعش، يعني انا ما ينفعش اشتغل من هنا خالص. هقولك تعملي ايه، هتجيبي خط كده اهو، شايفين سهولة عملنا خط من نفس الخط ده، بس مش من اخره. هنزل اوصل الخط التاني ده، شايفين، هرجع للنقطة اللي بعدها. انا كده جبت منتصف العين بالظبط. هبدأ املى بقى الاجزاء دي، او املى الجزء الفاضي اللي انا حددته ده للعين الصغيرة يا بنات. شايفين سحبت ليه الخط فوق علشان اشد العين بتاعتي على فوق واديها مساحة. هبدأ اسحب كده واملى، تمام. انا بالنسبة لي حرفيا انا بعشق الفرشة، بس انا بديكي معلومة علشان لو حابة او لو مش قادرة تشتغلي بالفرشة ممكن تشتغلي بالقلم عادي جدا. املى بقى الخطوط دي او املى الاجزاء الفاتحة. هنا بقى في الجزء ده هبدأ اشتغل على خط الرموش. شايفين انا اشتغلت على خط الرموش، ما طلعتش بره خط الرموش، تمام. وكده خلصت الايلاينر بتاعي. طيب دلوقتي انا عندي عين صغيرة جدا، فانا محتاجة انه اديها مساحة. يعني نصيحة طبعا، المفروض انك تكوني بتعرفي تشتغلي بالايلينر سواء المائي او الفحم او ايا كان. ما بعرفش اشتغل لا بالمائي ولا بالايلينر الفحم ولا بالجل، دول صعبين. يعني يمكن الجل هيبقى صعب شوية بالنسبة للمبتدئة. هجيب القلم الفلوماستر ده، تمام، وهخلي العميلة تفتح عينها واشد الجزء ده زي ما قلت لكم. فاكرين قبل كده قلت لكم عشان اسحب العين بشد الجزء ده، وده قلم فلوماستر، وابدا اسحب بخط رفيع جدا اسحب العين من قدام. شايفين هو خط واحد سحبت بيه العين بس من قدام اهو، واقفله كده زي ما حضراتكم شايفين. شايفين شكل العين؟ انا خلصت كده الايلينر بتاعي، اللوك ده للعين الضيقه اللي انا عايزه اسحبها او اديها وسع. سحبت العين من ورا زي ما انتم شايفين، من المنتصف الخط بتاعي كان الى حد كبير مش عريض، قدام على خط الرموش من قدام سحبت. الكلام ده كله للبنات المبتدئه. انتظروني في لوك تاني، هنشتغل مره بالايلاينر الفحم، هنشتغل مره بالجل، هنشتغل مره بالمائي. كل مره هعلمك ازاي تشتغلي بطريقه منظمه جدا وبطريقه سهله جدا. اشوفكم دايما على خير يا بنات، ما تنسونيش في اللايكات، واشوفكم دايما على الف خير، وكل سنه وانتم طيبين بالعام الجديد. باي باي يا بنات.